موجبات الغسل، متى يجب على المسلم أن يغتسل؟ غسل كلف مسلمان ما دي واجبيكي. إسلام الكافر جكلا كافر مسلمان الكافر إذا أسلم يغتسل كلا جكافر إسلام طرف تراشي إسلام راود غسل بكي. موت غير الشهيد، كل مسلم يموت لابد يغسل إلا الشهيد. ده شهيد نبغير تهرسك مرشي ده غيلة بغسل وركولكي. المرأة إذا طهرت من الحيض والنفاس تغتسل ولابد. خذا جكلا ده حيض وده نفاس نباكشو نخام خام اللامبي. الرابع الجنابة، إما الجنابة تكون بجماع سلورم جدا يغا جنابت ديك غبهم بستري سري. إذا جامع الزوج الزوجة اغتسل جكلا خذا وخاون سرهم بستريوكي غسل بكي. أو إذا خرج منه مني وهو مستيقظ أو وهو نائم لابد من اغتسال والله أعلم. يا بخوبكي أو يا بويخة جكلا مني وزين ولازم غبا غسل كي والله أعلم.